سيدنا الحبيب نيافة أنبا رفائيل ربنا يخليه لينا وشكرك محبة قدس أبونا بشوي اللي بناخد بركة في المشاركة في هذا الكورس وفي هذا المجهود الجميل. موضوعنا النهاردة عن مقار الانتظار. في الحقيقة عشان نتكلم على مقار الانتظار لازم طبعا نتأكد أو نراجع بعض النقط المهمة، وأهمها أن الروح لا تموت وبالتالي تحتاج إلى مكان انتظار. يعني الجسد بيتحلل لأن ده أمر إلهي وربنا صممه وخلقه على هذا التصميم أو هذا التدبير. وتفتكروا معايا لما نرجع لسفر التكوين أن ربنا أعلن هذا التدبير لما قال للآدم لأنك تراب وإلى التراب تعود. طبعا بيتكلم على العنصر الترابي في الإنسان. الإنسان مكون من عنصرين، عنصر سماوي أو روحاني وعنصر مادي ترابي أرضي. فالإنسان هو الكائن الوحيد اللي جمع بين السماء والأرض، الكائن الوحيد، حتى الملائكة لم يجمعوا بين السماء والأرض. ولكن الإنسان لأنه جمع السماء والأرض فهو عنده العنصر الترابي ودوت هيتحلل ويبقى في التراب لحد يوم يعني الدينونة، ويبدأ الإنسان يقوم تاني حسب الأمر الإلهي. والعنصر السماوي فيه اللي هو الروح هو دوت اللي بندور المقار بتاعته تبقى فين. شوفوا مثلا سفر الجامعة يقول يرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. الذي أعطاها يعني هو خلقها في الإنسان أول مرة بالنفخة المقدسة، خلقها وترجع مرة أخرى الروح لربنا. طبعا الروح المقدسة ترجع لربنا، والروح الشريرة برضو ترجع للحكم عليها من ربنا، مش للدينونة، لكن لأن ربنا يحكم تستقر فين ليوم الدينونة. قصة لعازر والغني بتبين أني بعد موت لعازر وبعد موت الغني الاثنين احياء. يعني الغني يقول لابراهيم قبليهم يجي ب 400 سنه هو كمان حي، يعني ما فيش ارواح بتموت. فتلاقي الغني يطلب من ابراهيم يقول له خلي العازر، يعني الغني حي ومدرك ويطلب من ابراهيم الحي المدرك انه يبعت لعازر لانه ما زال حي ومدرك. اذا الروح لا تموت ابدا. السيد المسيح لما كان بيتكلم اللص على الصليب قال له اليوم تكون معي في الفردوس. والسيد المسيح لو تفتكروا قصة الصدوقيين اللي هم بينكروا استمرار الحياة بعد الموت، فراحوا قالوا له طب واحدة اتجوزت وهو إلى آخره، فاتكلم معاهم السيد المسيح قال يعني الجميع عنده أحياء
ومرة تانية قال لهم يعني لو تفتكروا في قصة إبراهيم، ربنا قال له إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس هو إله أموات بل إله أحياء. فإذن الكتاب المقدس بيؤكد على الحياة بالروح لا تنتهي ولا تموت. وطبعا انتوا عارفين ان بولس الرسول يعني من اروع كلماته ليه اشتهاء ان انطلق. طب هتنطلق عشان تبقى في القبر؟ قال لك لا، انا مش دخل بالجسد، الجسد ده ليه تدبيره. طب هتنطلق تعمل ايه؟ قال اكون مع المسيح، ذاك افضل، يعني هو حي، ذاك افضل جدا. طبعا في آيات كتيرة، لكن برضو من أروع الحاجات اللي بتثبت استمرارية الحياة، تلاحظوا مثلا ظهور موسى وإيليا على جبل التجلي، فده معناه ان هم أحياء وفي مجد وفي حالة أفضل. كمان في سفر الرؤيا لما بيقول يعني ان هم أعطوا ثيابا بيض وقيل لهم ان يستريحوا زمانا يسيرا، اللي هو النفوس اللي رآها تحت المذبح، نفوس الشهداء أو أرواح الشهداء اللي رآها تحت المذبح، كانت بتتكلم وبتصلي وبتطلب وبتقول له حتى متى يا رب لا تنتقم لنا من الذين ظلمونا على الأرض. فيروح يقول لهم استريحوا زمانا يسيرا، يعني معناه أن هم بكامل طاقتهم حياة قوية وفيها طاقة وفيها طلبات وفيها صلوات. تعال نشوف بقى، يبقى إذن الروح لا تموت، الروح حية حتى بعد الموت، الجسد يروح للتراب ولكن الروح ترجع إلى الله الذي أعطاها. مقر الانتظار بتنقسم إلى اثنين، أرواح برة بتروح الفردوس وأرواح شريرة بتروح الجحيم. تسألني سؤال مهم أوي، هتقولي طيب ايه لزوم مقر الانتظار؟ وليه ما كانش ان كل روح تموت او كل انسان يموت الروح بتاعته تطلع على طول مرة واحدة الى المقر النهائي؟ يعني واحد مثلا زي يهوذا الروح بتاعته ما تروحش الجحيم، تروح على طول بقى على جهنم. واحد مثلا زي بولس الرسول ما يروحش الفردوس، يروح على طول الملكوت. ليه ما يكونش الوضع كده؟ في عدة آراء، يعني البعض قال، وممكن طبعا نعتبرها تأملات لأن ما عندناش تبرير حاسم أو سبب حاسم من عند الكتاب المقدس، لكن في رأيين مهمين تحطهم في بالكم. الرأي الأولاني أن ربنا حدد أن قيامة الأموات تكون مرة واحدة. يعني ليه؟ لأن الروح لو هتسكن الفردوس هتستنى، طب تستنى لحد امتى؟ لحد ما يقوموا الناس كلهم مرة واحدة. اما لو هتتحاسب في ساعتها فلازم الجسد يحصلها، عشان اذا كانت هتروح في المجد في الملكوت يبقى مع بعض، اذا كانت هتروح في الهلاك الابدي يبقى جسدها معاها، لان الجسد شريك الحياة وشريك المصير. يبقى اذا اول سبب ان يبقى في مكان انتظار اني الأرواح ما زالت حية. اتنين، إن ما ينفعش نحيي الجسد إلا في يوم عام لكل الإحياء لكل الأجساد مرة واحدة، عشان يكون في دينونة عامة. الكتاب قال كده عن الدينونة العامة، ودي تاخدوها في محاضرة تانية. يبقى إذن الدينونة عامة، وبالتالي إقامة الأجساد إقامة عامة، يبقى ما ينفعش ان كل واحد يقوم في السر ويقوم مع نفسه وياخد حكمه لوحده او دينونته دينونة خاصة. وده السبب ان لازم يكون في مقر انتظار لانتظار يوم الدينونة العامة. في رأي تأملي تاني برضو يقول ان الكنيسة بما انها كنيسة واحدة وكلنا جسد المسيح، فكلنا ندخل الابدية كجسد للمسيح وهو الرأس بتاعنا. عارفين النظرية بتاعت القديس إيرينيوس اللي هي المسيح رأس يجمع تحتيه كل الأعضاء حتى في الأبدية. احنا هندخل دخول في المسيح، مش هندخل كده كل واحد يعني بشخصيته وطبيعته، ده بالعكس
احنا لو بشخصيتنا وطبيعتنا وانسانيتنا بدون رأسنا اللي هو المسيح مش هنعرف ندخل. هو دخل زي ما بيقول الكتاب المقدس، دخل كسابق لنا. فاذا هو الرأس اللي هيجمع تحتيه كل الاعضاء. فبرضو احد الاباء قال ان بما ان المسيح هو الرأس فلازم ينتظر كل الاعضاء حتى يكمل العبيد رفقائهم العتيدون ان يقتلوا ايضا، يعني اللي هيموتوا ايضا في اسم المسيح. دي فكرة سفر الرؤيا، او الفكرة اللي كان قالها عنها القديس إيريناوس، ان احنا ندخل كلنا مجموعة واحدة ككنيسة واحدة منتصرة متهللة في الحياة الابدية. يبقى اذا لازم هنستنى بعض، والارواح ما بتموتش، يبقى اذا لازم ليها مقر انتظار واضح. ايه هو الفردوس بقى اللي هو مقر انتظار الابرار القديسين؟ يعني كلمة فردوس كلمة جاية من أصل، هي كلمة فارسية أصلها فارسي، تقابل في اللغة اليونانية باراديسوس، احنا بنقولها في القبط كتير في القداس باراديسوس، ودي تعني حديقة أو جنة. لاحظوا أني جايز الكتاب المقدس ما استخدمش تعبير فردوس غير كمقر انتظار أبدي. نادرا ما كان يستخدمه كجنة، يعني جه ثلاث مرات بس في الكتاب المقدس اللي هي الكلمة بتاعت سليمان صنعت لنفسي فراديس. فمن الجايز ان الكتاب حب يغلق على المعنى دوت للمعنى الإسخاطولوجي اللي جاي قدام، يعني حتى عدن ما كانش يميل قوي لتسميتها فردوس عدن، كان يسميها جنة عدن. ف وشجرة الحياة طبعا كانت في وسط جنة عدن، لكن اقصد من جهة التسمية كان هناك ميل لاستخدام كلمة جنة بالمفهوم المادي، واستخدام كلمة فردوس برغم ان المعنيين واحد تستخدم بالمفهوم الاسخاطولوجي. يعني سيد المسيح قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، وبولس الرسول قال انه اختطف الى الفردوس، ويوحنا الرائي قال شجرة الحياة قال انها في وسط فردوس الله. دول غالبا ثلاث مرات استخدمت فيهم كلمة فردوس بالمعنى الاسخاطولوجي اللي احنا فاهمينه، وجت ثلاث مرات بالمعنى العام اللي هو كجنة، لكن في سياق كلمات سليمان الحكيم لما قال صنعت لنفسي فراديس وإلى آخره. الفردوس ليه أسماء كثيرة في الكتاب المقدس، يعني وكمان في الحياة الليتورجية في الصلوات بتاعتنا في أسماء إحنا كده بنستخدمها نعرف على طول إن هي مقصود بها الفردوس. أول اسم مثلا فردوس النعيم، وطبعا الاسم ده ليه دلالته على الحالة اللي الكنيسة بتؤمن ان سكان الفردوس ليهم هذا النعيم وليهم هذه الراحة دوت بنقوله في الكتاب المقدس. بنقول تاني احضان ابراهيم او احضان القديسين او احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب، طبعا ديت متاخدة من قصة لعازر والغني في لوقا 16، ان لعازر صعد فين عند إبراهيم. بنقول موضع خضرة ونقول على ماء الراحة. موضع الخضرة وماء الراحة دي بتتقال في أوشية الراقدين، ولكنها متاخدة من المزمور 23 لما بيقول إيه؟ إلى ماء الراحة يوردني. ماء الراحة ده تعبير اللي هو يعني الإنسان اللي ماشي في الصحراء وبعدين بيفضل بيئن من العطش، وأول ما بيلاقي ماء أو بئر مية ويبدأ يستريح. طبعا دي متاخدة من الصورة الجغرافية للمناطق اللي هناك، فيها مناطق بتحتاج أبيار عشان ما فيش المية مش متوفرة، فطبعا الأماكن بالذات البعيدة عن نهر الأردن يعني. فكان الناس بتمشي او الرعي بيدوروا على اماكن لحد ما بيلاقوا بئر، وطبعا يمكن انتوا تعرفوا
الصراع اللي كان بين اليهود وبين الفلسطينيين في ردم الأبيار بينهم وبين بعض يعني. المهم فكان لما الواحد بيلاقي بئر زي كده كان بيسموه ماء راحة بعد عناء من العطش، فالكنيسة التقطت هذا التعبير الرائع عشان تسمي بيه الفردوس بعد عناء الحياة الأرضية الإنسان بيدخل إلى ماء الراحة. ونقول عنه في وشية الراقدين: الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد. كمان نسميه أو نقول عليه نور القديسين، زي ما قلنا أحضان القديسين. بولس الرسول أطلق عليه السماء الثالثة. تعرفين السماوات؟ يعني السماء الثالثة احنا بنطلق عليها الفردوس، او بنطلق على الفردوس السماء الثالثة، والسماء الرابعة هي الملكوت اللي بنسميها سماء السماوات، والثانية هي الفلك، والاولى هي الطيور، عشان تبقوا يعني بالمرة يعني. طيب لاحظوا ان الفردوس هو مقر انتظار ارواح فقط، ارواح فقط مش مقر انتظار الاجساد. الآباء يقولوا الجسد الوحيد اللي قد يكون ساكن في الفردوس هو مين؟ العذراء مريم. ما نعرفش دول فين، ما نعرفش يعني. دورت حتى على رأي الآباء يعني، ما لو عملوها بحث شوفوا الآباء قالوا ايه عن وجود إيليا وأخنوخ. انا لقيت آراء بس يعني مش عايز اعلنها، محتاجة دراسة يعني. في آراء في الكنيسة الأولى خالص تقول إن هم أخذوا جسد المجد، بس طبعًا مش إحنا لا يعني إحنا ككنيسة ما عندناش رأي موثق آبائي من آباء الكنيسة المعتمدين، لكن كتابات قديمة تقول كده. طبعًا لما تيجي تقول إزاي كده يقولك لا، ما هو جايز ما يقصدش جسد المجد اللي هو الجسد الممجد، جايز يقصد يعني حالة ممجدة. محتاجة دراسات أكتر عشان نقول الآباء كانوا بيعتقدوا هم فين. لكن عامة لا توجد أجساد في الفردوس إلا لو كانت حالة استثنائية، زي ما بعض الآباء بيقولوا عن جسد العذراء. وطبعا ده لأنه حمل الله الكلمة، فما ينفعش أنه يعني بأي شكل من الأشكال يهان في التراب، لأنه تقدس بفعل وجود الله تقديس هائل وعظيم جدا. الفردوس زي ما قلنا في السماء الثالثة، زي ما قال بولس الرسول انه اعرف انسان اختطف الى السماء الثالثة، يقول وسمع فيها اشياء لا ينطق بها. امتى المسيح فتح الفردوس؟ بعد التاسعة. احنا بقى ما نعرفش امتى يعني، لكن هو في خلال اليوم دوت بعد الساعة التاسعة لما اسلم الروح. طبعا اللي حصل انه ذهب الى الجحيم، وبعدين يقول الكتاب معلمنا بطرس الرسول في رسالته الاولى صح الثالث يقول انه ذهب الى اقسام الارض السفلى، وبعدين سبى سبيا ورجع. طبعا النفوس ديت اللي سباها وداها فين؟ رجعها الفردوس. وانتوا ليكم محاضره اعتقد بهذا العنوان يعني. تعالوا نبص على حاله الارواح جوه الفردوس. أول حاجة لازم ناخد بالنا إن الأرواح حية طليقة خالية من قيود الجسد وعايشة في حرية. الآباء زمان كانوا يعولوا جدا على حتة قيود الجسد ديت، إن الجسد قد إيه هو قافل على الروح اللي عايزة تنطلق، مثلا في الصلوات، في العبادة، في النشوة الروحانية، لكن الجسد وأعباء الجسد من جهة الألم أو حاجة. لدرجة أن اليونانيين في الفلسفة اليونانية كانوا يسموا الجسد معناه إيه في اللغة اليونانية؟ سوما. سوما سجن في اللغة اليونانية سيما. فيقولوا أن في بعض الكتب أن كلمة جسد اتخذت من كلمة سجن، على اعتبار حتى في الفلسفة يعني ان قد ايه الارواح بتبقى اكثر نشاط واكثر يعني رغبة في الصلاة او الحرارة او التحرك
حتى بالفكر والعقل، لكن الجسد قافلها. فتلاحظ ان الجسد هو مسكن الروح، والروح تتقبل كل معلوماتها من خلال الحواس الجسديه، فمن خلال العين اللي هم الشبابيك زي ما ايه ما سليمان الحكيم يقول مثلا. العين ديت هي مدخل، الودن مدخل، اللمس مدخل، كل المداخل الخاصه بالجسد هي مداخل للروح. فالروح تعي وتستوعب وتفهم من خلال ما يسمعه الجسد وما يراه الجسد. فاذا في ارتباط بين الروح وبين الجسد، ولكن دايما الاباء يهتموا قوي حتى من الناحيه الروحيه بفكره ان الروح محتاجه تنطلق الى ابعد من قيود الجسد دي، ليها معرفه واسعه فوق اوسع من الجسد. يعني اذا كان مثلا الانسان في مرحله قيود الجسد ليه معرفه واسعه، احنا ممكن واحنا قاعدين كده نجمع معلومات عن العالم كله وانت في مكانك، وانت قاعد مكانك بالحواس، فما بالك بقى لما تبقى في السماء وباصص من فوق. قصة المعرفة دي برضو فيها كلام. يعني بعض الناس تسأل تقول ايه، طب هل ربنا بيسمح ان اللي في الفردوس يعلموا كل احداث الارض؟ هي معضلة طبعا، احنا ما عندناش كشف صريح بيها، لكن قصة لعازر تقول ان هناك فرصة للي في الفردوس ان يعلموا اللي في الارض واحداثها ازاي. لاحظ مثلا ان الغني لما راح كلم ابراهيم، ابراهيم قال له ايه؟ قال له تذكر يا ابني. يبقى ابراهيم حاضر، كأنه حاضر معاه، انك استوفيت خيراتك على الارض، ولعازر ايضا البلايا، يعني راخر كمان استحمل. طب وانت ابراهيم متابع الكلام ده؟ او انا متابع، عارف طبعا ده كان على الارض شكله ايه وده كان على الارض شكله ايه. فالكشف دوت كمثل قاله المسيح، واباء كتير على فكره يقولوا ان المسيح اخذ مثل لعازر ده من واقع حي، يعني ممكن يكون في الواقع اليهودي حاله المسيح اتكلم عليها ويقصدها، وهم فاهمين مين الغني ومين لعازر، الرجل التقي اللي كان قد ايه متحمل البلايا وقد ايه الغني اللي كان. فاباء كتير يقولوا ان قصه لعازر ديت تبدو انها كانت واقع عند اليهود، المسيح استثمرها وحكى بيها يعني. فاذا من قصه لعازر نفهم مدى الادراك الواسع للاباء للقديسين اللي في الفردوس، ودي بتقابلنا احنا كمسيحيين بايماننا بقى. يعني النهارده لما احنا بنطلب القديسين، بعض الطوائف ما تؤمنش بالحته دي قوي، تقول لك هم عرفوا منين. فاحنا طبعا بنرتكز على قصه ابراهيم ولعازر والغني، لكن احنا طبعا لمسناها جدا الحياه مع القديسين، ونشعر جدا بصلواتهم، ونشعر احيانا بتدخلاتهم في امور كتيره، طبعا بدليل الظهورات والمعجزات اللي حدثت لناس كتيره، وممكن ناس حتى بره الايمان، ويعني كتير جدا تقابلوا مع معجزات دي في الحياة العملية بقى. يعني دي مش هتقدر تستند عليها، لأن ممكن يقول لك دي مش في الإنجيل، لكن إحنا كمسيحيين عندنا هذه القناعة وهذا الإيمان جدا بعلم الأرواح اللي في الفردوس. هتقابلنا مشكلة تسألني فيها كتير، بيسألوا فيها طب هل ربنا، آسف في التعبير ده السؤال اللي بيتقال، يقول لك هل ربنا يعني هينكد على الناس اللي فوق بكل أخبارنا على الأرض، ده حصل كذا وده اترفد من شغله وتعبان وده مثلا. طبعا المعلومات اللي بتوصل دي أكيد بسماح من الله، أو ما توصلش بعدم سماح منه، لأن هم ما لهمش القدرة اللانهائية، لكن عندهم معرفة أوسع، لكن بسماح الله يقدروا يعرفوا. طبعا أنا أعتقد رأيي الضعيف إن الروح القدس لو سمح بمعرفة ما ليهم، هيبقى أولا اعتمادا على إمكانيتهم الأوسع بعد الانفلات من سجن الجسد، اتنين هيعتمد على فكرة الصلاح. يعني إيه؟ لأنه شايف إن من صلاح الناس اللي تحت إن هم يستفيدوا بشفاعات وصلوات الأبرار اللي فوق، فبينقل على الأقل الحاجات الهامة. ممكن يبقى يعرفوا
أن هناك وباء عام في العالم كله في الفترة ديت، فيصلوا أكتر، ممكن يعرفوا الحاجات الخطيرة المهمة على الأقل الحالة الروحية، فيصلوا من أجلنا. فالله لما بيسمح مش عشان يكدر حياتهم، ده احنا بنقول فوق الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناهو، فهم هيبقوا حاسين بينا ولكن مش شعرين بالحزن، لكن شعرين بالاهتمام. يعني مش كآبة، مش ما عندوش كآبة، لان هو عنده رجاء في الأبدية. على فكرة انت لما تبقى ناجح ونتيجتك طالعة وانت عارف انك مع الناجحين وقريت اسمك في كشف الناجحين، بس مستني بس يوم لما يجي مثلا المدير الكلية بس يوقع الشهادة اللي هو التوقيع يوم الدينونة يعني، فانت تبقى مطمن وانا اسمي هو في كشف الناجحين يعني، بس تبقى مشتاق للحظة، لكن عندك رجاء ثابت، عندك رجاء غير محارب. فهنا الحالة ما بين الفرح الفردوسي وما بين الاهتمام بالآخرين اللي في الأرض، وذي بتنبع من الحب مش من الحزن. لاحظ كمان ان اللي في الفردوس بيتنعموا جدا بوجود المسيح. قول السيد المسيح لللص التائب يقول له ايه؟ اليوم ها تكون ايه معي، ما قالوش اليوم تكون في الفردوس وخلاص يعني انت في حالك وانا في حالي، لا، اليوم تكون معي. المعية المقدسة المفرحة. ساعات أنا أفكر كده أقول إيه كتأمل يعني، تخيلوا لو واحد من القديسين ظهر لمدة مثلا دقيقة وشفنا نوره وشكله في القاعة هنا، قد إيه هنتهلل والرؤية دي هتفضل معانا في الذاكرة لحد ما نموت ونقعد نحكي بيها ونورثها ونكتبها عشان اللي بعدنا يقروا جمالها، واحنا يمكن لما نيجي نغلط او نفتكر فكرة خاطئة وبعدين نفتكر الرؤية دي فنقدم توبة ونعتذر من اجل احساسنا بالعظمة ومشاعرنا اللي بتهتز كل ما بنتذكر الرؤية دي. شوفوا يعني حاجات بسيطة. وايه بقى؟ خد بالك، اولا دي رؤية قديس مش رؤية المسيح. اتنين، احنا في الجسد بالمنظور الضيق اللي هو بالحواس الضيقة وإدراكاتنا ما زالت لسه مادية برضو. تلاتة، رؤية مدتها ثانية أو دقيقة، فالمدة قليلة والشخص اللي انت شايفه ما هوش المسيح، وكمان انت في الجسد فإدراكك قليل ومع ذلك ما تتنسيش. فما بالك بقى في كلمة تكون معي في الفردوس، الروح إن سلتت وانفلتت من القيود عندها إدراك أوسع وإحساس أوسع. كمان اللي شايفاه ده شخص المسيح رب المجد نفسه، كمان الرؤية مش منتهية يعني مش محدودة بزمن، ده سنوات هم في المجد ده. يا ترى الناس دي مشاعرها إيه؟ أعتقد إنها في حالة لا توصف يعني، وكل ده هو ده الفردوس كمان مش الملكوت لسه. فتخيلوا بقى قارنوا بين حتة الرؤية اللي احنا بنشوفها في ثواني بتأثر فينا قد ايه، هم حالتهم فوق قد ايه بقى اللي عايشينها، بقت هي دي الوضع الطبيعي ده يعني ده العادي بتاعهم يعني. كمان ما تنسوش حضرة القديسين، يعني في الفردوس في حضور للقديسين. احنا بنشوف كل القديسين، بنتعامل مع كل القديسين يعني، ده احنا معانا لو معانا في الجروب مثلا شخص واحد تقي كده او حد يعني في تقوى مثلا يعني في تقوى الانبا انطونيوس او العذراء مريم، هتلاقينا قد ايه بنتهافت عليه. واحنا ككنيسة لما بنلاقي مثلا اب كاهن من اللي بيحملوا يعني الورع الروحاني او اب راهب او اسقف او حاجة، كلنا بنلتف حواليهم. صحيح كل ابائنا قديسين وأتقياء، لكن أحيانا في حد بالذات أنت بتحس منه كده من حتى من عينه بالتقوى ومتجري وراه ومش عايز تسيبه وعايز تقف جنبه وعايز تتكلم معاه وعايز تشوف أخباره وعايز تشوف صورته وعايز تحضر معاه قداس وعايز تتناول من إيده وعايز يعني، بالرغم أن المسيح هو أساس كل شيء. فما بالك بقى فوق حالة القديسين وهم في حالة ممجدة زي ما
شافهم التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا في التجلي مثلا. فحالة فائقة جدا يعني. طبعا بعض الناس بتسأل سؤال يمكن خارج الموضوع او مش يعني سؤال مش محسوم، فوق في الفردوس درجات برضو زي الملكوت ما هيبقوا درجات؟ بصوا احنا ما نعرفش، لكن هناك بعض القصص اللي بتقول ان في الفردوس برضو في كرامات وفي درجات. انا عن تعليق سؤال، انا فكرت تعليق يعني. تمام. بس يمكن المسيح بيتكلم على الملكوت، هو السؤال بيسأله في الفردوس كتير، بيسأله طب في الفردوس زي الملكوت كده ولا لا؟ ممكن ليه لا، لكن لا يمنع التلاقي. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان في درجات ان الدرجة دي تمنع ان انا مثلا اشوف مرجرجس. لا، هو شاعر بملء معين، انا جايز مش شاعر بنفس الملء دوت، لكن انا فرحان وهو فرحان وبرضه ممكن اقابله. اذا كنت هقابل المسيح مش هقابل مرجرجس مثلا، اذا كنت هقابل المسيح مش هقابل الانبا انطونيوس او الانبا بولا اكيد، لكن هو مشاعره بقى ايه، تكريمه ايه، دي تختلف. ايه اللي بيعمله المنتقلون بقى في الفردوس؟ يعني ايه الرساله اللي بيعملوها؟ اولا هناك التسبيح وحاله من النشوه الروحانيه وحاله من الشغف بالملكوت. هنا لما احنا بنتامل في الملكوت قد ايه بنجد راحه. فوق بيتاملوا في الملكوت ومنتظرينه، ولان مداركهم اوسع فبالتالي تاملاتهم اعلى واركز واكثر ثبات مننا. النهارده ان احنا اذا انت عرفت تفرغ نفسك للتامل لمده ربع ساعه، انت بتتشتت في كل شويه طبعا بسبب الجسد وانين الجسد ومتعبه وارهاقه او تدخلات الناس او الى اخره يعني. لكن فوق الافكار ثابته، يعني الفكر القديس اللي بيثبت في الله بيقدر يثبت بطريقه اركز واعمق واوسع في الادراك واوسع في المعرفه، بناء ايضا على معرفه اتيحت لي اكتر بعد الانحلال من ايه، من ضعفات والام الجسد وقيود سجن الجسد. عشان كده مثلا تلاحظوا ان فوق عندهم شغف اعلى بالملكوت بسبب كثره التامل والتسبيح، والحاله المقدسه اللي نقدر نسميها حاله ناريه من الحراره، زي ما راحوا في سفر الرؤيا كده شاف نفوس الشهداء حتى متى لا تنتقم، عايزين بيستعجلوا يوم اعلان الحق. وده بالنسبه لهم اذا كان هو اعلان حق على حتى على الاشرار، فهم اعلان حق ليهم ان هم يتمجدوا بمجد الملكوت. كمان بيصلوا من اجل الاحياء، هم بيطلبوا من اجل الكنيسه كلها، بيشعروا بالاحوال زي ما قلنا. طبعا في حدود، مش حاجة، مش شعور مطلق أو معرفة مطلقة، لا في حدود، لكن ما يسمح لهم بمعرفته أو ما يتاح ليهم من معرفة هم بيستثمروه في الصلاة من أجل ضعفتنا ومن أجل أن ربنا يساعدنا في جهادنا الروحي حتى نكمل مسيرتنا. وطبعا بيقدموا التسبيح والشكر والفرح والتأمل في وجودهم مع ربنا. كان في هنا سؤالين، اتفضل. طيب اولا كلمه نور قديسيك دي كلمه ماخوذه من حادثه التجلي، ان لما ظهر موسى مع المسيح ظهر في مجد، بالرغم ان موسى شخصيا مات وجسده مدفون، احنا ما نعرفش فين، بس جسده في التراب،
لكن موسى لما ظهر ظهر في نور وفي حالة من البهاء. إذن الكنيسة بتتعلم من هذه الحادثة إن كل اللي في القديسين بيرافقوا نور المسيح بينعكس نوره عليهم. فإحنا لما نشوف القديسين وهو نور الله منعكس عليهم بهذا الشكل ونور المسيح له المجد منعكس عليه، فقد إيه هذا المنظر مفرح. وما تنساش إن الكنيسة لما بتقولك في نور القديسين هي بتشجعني أنا اللي بسمع ده، لأني هكون واحد منهم فيما بعد. يعني مش إن أنا هكون مظلم في الفردوس ومجرد إني هفرح برؤية نور القديسين، لكن هي دي الحالة اللي هتكون عمومية على كل أفراد الفردوس، فأنا هكون واحد منهم ومنعكس عليا نور المسيح زي النور ده كده ما هو ضارب عليا، فأنا في نفسي حالة منيرة. فدي متاخدة من هنا. أما لما بنقول للقديسين اذكرونا في عرش النعمة أو أمام عرش النعمة، معروف أن القديسين لما بيبقوا في الفردوس بيبقوا مع المسيح. المسيح في حد ذاته هو عرش النعمة، يعني جسد المسيح هو نقدر نقول عليه ينبوع كل نعمة لينا. يعني إحنا ما كانش لينا أي عشم ولا رجاء في النعمة إلا بالتجسد، فتجسد المسيح أعطى أن جسد أو نسوت المسيح له المجد يكون ينبوع وجسر لكل أجسادنا ونسوتنا ناخد منه. فنسوت المسيح مثلا لأنه قام من الأموات فهيهبنا قيامة الأموات، لأنه انتصر على الشيطان فهيهبنا أيضا النصرة وهكذا. فكل ما حققه المسيح لصالح ناسوته نقدر إحنا ننهل منه كينبوع للنعمة. فأي قديس هو في السماء إحنا بنقول عليه هو أمام عرش النعمة. هي دلوقتي 7:30 ناخد سؤالين. حاضر، اسف يا ابي اتفضل. بص احنا عارفين ان الله هو اللي يدين العالم، في رساله كورنثوس الاولى يقول الستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم، فان كان العالم مدان بكم فانتم غير مستاهلين للمحاكم الصغرى. الستم تعلمون اننا سندين ملائكه فبالاول امور هذه الحياه. الاثنين مش فاهم. حاضر حاضر. اول حاجه احنا طبعا انا يعني أنا مش عايز اخرج بره موضوعنا قوي، لان يوم ازاي احنا في حاله الانتظار وهم قديسين في الملكوت؟ يعني هو حاله انتظار مش في ملكوت السماوات، في الفردوس ده مكان مؤقت لكنه مكان نعيم ايضا، لان هم مجموعين مع بعض. زي ما بقولك ده ايه؟ ده بالظبط كده، ده مكان الناجحين، فقاعد متكرم وفي نفس الوقت عارف ان ليه كرامة اعظم لما تعلن النتيجة. لكن هو قاعد متكرم كراجل ناجح ورجاءه ثابت ورجاءه مشبعه بالافراح والمسيح نفسه معاه. هو في حالة انتظار. محدش قال في الملكوت، لسه الملكوت لم يعلن بعد. الملكوت سيعلن في يوم الدينونة. لكن احنا في القديسين اللي سبقوا هم في حالة باب الملكوت، يعني واقفين كده مطمنين. هو عرش النعمة، احنا قلنا ايه تاني؟ عرش النعمة هو المسيح، جسد المسيح نسميه عرش النعمة. شايفين المسيح؟ حاضر حاضر، خليني واحدة واحدة. السيد المسيح، في فرق بين ان هم شايفين المسيح وفي فرق بين ان هم قاعدين في ميراث الملكوت. المسيح بيزورهم في الفردوس، والمسيح ما يعني مش عايز اقول ان المسيح يحرمهم منه مثلا في الفردوس، اكيد بيزورهم. والمسيح دخل الفردوس لاني
المسيح دخلوا في الأول مع أرواح القديسين اللي جابهم كلهم من الجحيم ودخل الفردوس، فالقديسين اللي في الفردوس تقابلوا مع المسيح لكن مش في الميراث بتاعهم. لسه الميراث بتاعهم اللي هو لما يلبسوا جسدهم الممجد وبعدين يطلعوا من مستوى الانتظار إلى مستوى تحقيق المجد فيهم. لكن فرق بين كونه قابل المسيح، أنا قلت لك زي ظهور المسيح، يعني إحنا ممكن المسيح بيظهر، العذراء ظهرت، القديسين ظهروا، هل إحنا كده بقينا في مستواهم؟ لسه. فهم النهاردة بيتقابلوا مع بعض فوق في الفردوس وبيتقابلوا مع المسيح، المسيح أكيد بينعم عليهم بزيارات خاصة، وهم بيصلوا للمسيح وبياخدوا من عرش النعمة، وممكن بيقدموا صلواتهم صلاة أقرب إلى عرش النعمة، لكن لسه هم لم يتمجدوا ذاتهم، لسه لم يتمجدوا بعد، لسه فوق المجد بقى المجد الأبدي. بنقدر نقول على الفردوس هي حالة بهجة وحالة فرح وحالة ثقة بالمجد وثقة ثابتة، لأن خلاص ما فيش تجارب تاني. يعني هو اللي على الأرض بيبقى مركز قوي وبيحتاط قوي لأن إبليس عدوكم يجول، فوق ما فيش إبليس يجول. فاللي بيعدي من الموت وبيوصل الفردوس بيبقى عنده رجاء ثابت تماما أنه حتى ما فيش تجارب، فده بيبقى نوع من الفرح الشديد. قصة الدينونة أنا مش عايز أجاوبها قوي لأن إحنا مش موضوعنا عن الدينونة، تاخده محاضرة تانية، لكن إحنا هندين ملائكة بمعنى أن ربنا هيستخدمنا نموذج للساقطين. يعني مثلا لما يجي للشياطين والشياطين يقولوا ما قدرناش نعيش في الاتضاع، فيقول له أدي القديسين عاشوا في الاتضاع، أنا اتجسدت وقعدت معاهم وكانوا بيأكلوا جسدي ودمي، ومع ذلك واحد مثلا يعني زي يوحنا القصير ولا زي موسى الأسود قد إيه كان بيبكي على خطاياه، قد إيه كان بيتوب وقد إيه كان بيكافح ويجاهد. الملائكة الساقطين. وطبعا إحنا هندين العالم بمعنى فكرة النموذج، يعني لما يجي حد مثلا يجي يقول إيه ما قدرتش أعيش في العفة، فيقول له موسى الأسود أهو، يقول له ما قدرتش أعيش مثلا في الصلاة، يقول له أنبا أنطونيوس أهو، ليه ما عملتش زيه، وهكذا. يعني فكرة إن هيستخدمهم كنموذج للإدانة أو آسف للدينونة. يعني تفضل. محتاج ارجع للنص بتاع سفر الرؤيا عشان اعرف بالظبط، لان سفر الرؤيا انت عارف ان احداث احيانا بتستبق وبتتاخر، يعني الاحداث في سفر الرؤيا ما هياش ماشيه تسلسليه بالظبط يعني. اتفضل. هو في بس درجتين معلش سامحني، في درجتين للانتظار، ودليل على كده ان المثل بتاع الغني والعازر، الغني حملته الشياطين، العازر حملته الملائكه، هو اتقال على الغني انه مات ودفن، ما قالش حد حقه. لكن يعني دي اشارة الى اهمال وتجاهل حالته، يعني ما مش مستاهلة تعلن يعني. ماشي. عرش النعمة قالت بالظبط، كان فيه انسان مش فاكر لعنه بطريرك، يعني ساعتها كان في القرن الحداشر ان هو سكن في عرش النعمة، هو اتقال كده بالظبط. هو عامة يعني مفهوم النعمة في العهد الجديد يرتبط جدا بتجسد المسيح، فافهمها زي ما تفهمها. عايز تفهم عرش النعمة هو عرش المسيح، ماشي. عايز تفهم ان هو جسد المسيح، ماشي. عايز تفهم ان هو المسيح شخصيا، وانت لما بتطلب منه انت بتطلب من عرش النعمة، هي زي ما اقول له مثلا واحد اقول له القديس الانبا فلان اللي تنيح سنة كذا اذكرنا امام المسيح، طب ما هي عرش النعمة هو المسيح. يعني الدنيا قريبة ومفهومة، يعني المسيح هو مصدر كل نعمة. في سؤال بيقول لما المسيح قال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء،
مش الشيطان اصلا كان سقط من زمان؟ ازاي كان في السماء؟ شكرا. سقوط الشيطان، النبوة اللي قالها المسيح كان يقصد سقوطه اي هزيمته. فالشيطان سقط الاول من عرشه او من رتبته كتعبير ادق لما تكبر، ثم سقط مرة أخرى بهزيمته أمام المسيح على الصليب. فدي النبوة للمسيح، بيقول رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق، يقصد لما هأرفع على الصليب هتحصل مواجهة والشيطان هيسقط، بدليل أن إحنا عارفين أن على الصليب حصلت مواجهة. أن الشيطان، شوفوا كده في كولوسي 2، لما جه يستقبل روحه وبعدين المسيح قبض عليه وبعدين قياده، وزي ما سفر الرؤيا قال بقى، فسر فكرة قياده دي ازاي. هو فكرة القيد ان حدد من قوته شوية على المؤمنين وهكذا. فدي فكرة سقوطه التاني، لكن السقوط الاولاني طرده من رتبته، السقوط التاني هزمته على الصليب لما جه يعني يقابل روح السيد المسيح. الفرق بين الفردوس ثانية واحدة. في حد بيسأل في تفسير سفر الرؤيا ما بين الوحش والنبي الكذاب والتنين، ده يعني مش موضوعنا قوي، هتاخدوها في علامات النهاية، في محاضرة ليكم في الموضوع ده. عندي هل الأبرار في الفردوس يرون المسيح ولا رؤيته ما تكون بعد القيامة؟ أنا أعتقد اعتقادي إن هم يروا المسيح كزيارات للنعمة ليهم، لكن الحياة الكاملة مع المسيح ويرثون ويجلسون حول الخروف ده في الملكوت. لكن اعتقادي إن هم لن يحرموا حتى من رؤية المسيح كزيارة. يعني تفضلي. تفضلي. طبعا. سبب الفرح يمكن انا قلتها في وسط الكلام، عدة اسباب. اولا الرجاء الثابت ان هو كده خلاص اعلان نتيجته اتعرفت، ان هو خلاص ما يعني ما فيش تهديد لملكوته وابديته وخلاص. اتنين التسبيح الدائم. حاضر. محدش قال كلامي غلط، لكن حاضر. لازم نفرق بين حاجتين، وجود المسيح حتى لو كزيارة في الفردوس، ووجوده الدائم على العرش وإحنا حواليه في الملكوت. اتنين لازم نفرق بين إدراكنا في الفردوس محدود، وإدراكنا في الملكوت للمجد بصورة أكثر كمالا. طبعا بصي كلامك مش غلط لكن مش موثق. يعني ايه؟ زي ما انا لما انا قلت لك انا اعتقد لبعض الامور الاسخاتولوجيه ما اتحكاش عنها تفصيلات كتير في الكتاب المقدس، فما نقدرش نحسمها ونقول ان المسيح مقره الفردوس. لا، هو الكتاب قال جلس عن يمين ايه؟ الاب، او يمين العظمه. الكتاب قال كده، جلس عن يمين العظمة، ما قالش جلس في الفردوس. فخدي بالك من الحتة دي عشان ما نكونش بنقول كلام مش موثق. فاحنا ممكن نقول ايه؟ نقول ان اعلانات المسيح لولاده او للارواح المقدسة اللي عايشة في الفردوس كزيارات فرح ليهم، لكن مكانه الدائم المعروف والثابت هو عن يمين العظمة. تفضل. هو قبل
هو ممكن. حاضر. اليوم تكون معي في الفردوس على اعتبار ان في هذا اليوم المسيح زار الفردوس وفتحه، لكن استقر فيه لا، هو صعد عن يمين العظمة. خدت بالك؟ هو بس كان بيأدي رسالة ففتحه، فما فيش مانع ان المسيح طبعا يدخله خلاص ويزوره. لا، انت بتتكلم عن المسيح بالجسد ولا بتتكلم عن اللاهوت عموما؟ عن يمين العظمة. تمام. فبص، لازم تفرق بين اللاهوت اللي هو عن الحاضر في كل مكان، وبين المسيح اللي هو الكلمة المتجسد. انت بتتكلم عن ناسوت المسيح، فهنا ناسوت المسيح له مكان. فإما ان هو يزور الفردوس كزيارات فرح لأولاده، وما فيش مانع لان هو دخل قبل كده الفردوس، خدتوا بالكم؟ لكن يعني انا اعتقد ان هو زي ما قال ان استفانوس شافه عن يمين العظمة، فهذا هو المقر بتاعه. اما اذا كان هناك زيارات احنا ما نقدرش نقول لا، ما نقدرش يعني نكذب الفكرة، لكن ما نقدرش نعتمدها، وما نقدرش نقول هي دي الحالة الثابتة، وما نقدرش نقول ان هو ده مقره. لا، هو المقر اللي اتقال عنه في الكتاب المقدس عن يمين العظمة. في سؤال بخصوص رؤية المسيح في الفردوس، واعتقد انا يعني انا قلت الرأي اللي انا بعتقده. يعني الفرق بين الفردوس والملكوت كبير جدا. الفردوس اولا ارواح فقط، الملكوت هتبقى الاجساد قامت ممجدة واتحدت بالارواح. اتنين او تلاتة، الفردوس حالة متوسطة، ما هوش المجد، لسه اعلان المجد في الملكوت. الفردوس المعرفة اللي عندنا برضو ما زالت محدودة، لكن الملكوت يقول كده السيد المسيح عنه اني ان يعرفوك، هذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوك انت ايها الاب الاله الحقيقي. ففي معرفة اكتر واعظم هتقابلنا في الملكوت. طبعا نشوة الفرح واعلان الملكوت وانتقال الارواح لاتحادها بأجسادها وإعلان النصرة على الشيطان وعلى كل الأشرار، وإعلان كلمة الحق اللي هي أساس إيمان القديسين في إعلانهم الحق، اللي ماتوا من أجل كلمة حق، كل دوت من الأساسيات المهمة في الفردوس، آسف، في الملكوت. في سؤال بيقول ماذا عن وجود الله في الجحيم وجهنم، اللي هو فكرة ان احنا نعلم ان الله غير محدود وموجود في كل مكان. طبعا الله موجود في كل مكان، لكن تعبير موجود في كل مكان لازم تفهمه صح. يا احبائي، الله ليس مادة، لا يفهم وجود الله في كل مكان على انه امتداد مادي ويتوغل ويتغلغل في كل مكان بالمعنى المادي او زي ما بتتخيل الهواء. لكن وجود الله في كل مكان ممكن تقوله ان كل مكان في حضرة الله. فكروا فيها وتأملوها، ممكن تريحك اكتر عشان ما تفهمش وجود الله كأنه التغلغل مادي كده. كان مرة أوريجينوس قال الكلمة دي، قال لا يجب أن يفهم وجود الله في كل مكان على سبيل الامتداد المادي. يعني ما تفتكروش أنه عامل زي السحاب مثلا ومالي حتة كده أو هوا وبيتوغل في كل، يعني مش عايزين نفهمه على أنه مادة. الله روح، فالله روح، كل الأماكن حاضرة أمام الله، وهو حاضر بالروح في كل مكان، لكن مش امتداد مادي فنقول هو جوه الجحيم جوه. صحيح، هو الله حاضر في كل مكان، لكن مش بالمعنى المادي انه ساكن من احد سكان الجحيم. لا طبعا، حاشا لله. تقول هو احد سكان جهنم؟ لا طبعا. لكن الله حضوره ان كل الاماكن حاضرة امام عينيه، هو حاضر في كل مكان بقدراته، حاضر فيها او هي كلها حضور امامه.
يعني فهمها بالطريقة الروحية مش تفهمها بطريقة الامتداد المادي، فتقول في جزء من الله هنا وجزء من الله في الأوضة وجزء من الله في الجحيم وجزء من الله. الله لا يتجزأ، كل مكان في حضرة الله. طبعا ده تعبير أكثر راحة يفهمني أكثر أني ما خدهاش بالمعنى الامتداد المادي كأن الله مادة يعني. وبعدين نبدأ نقول بقى حتة منه هنا وحتة منه هنا، نبقى وقعنا في مشاكل التجزئة للاهوت اللي هو أصلا غير مادي. كل مكان فيه حضرة الله. سؤال: هل بموت الجسد يحدد مصير الإنسان؟ بيتعرف لكن مش بيروح الميراث بتاعه، بيروح مكان انتظار. طيب انتوا عايزين بريك ولا نكمل وناخد ياخدوا بريك؟ ماشي، 5 دقايق.